لم يكن العيد لتكتمل فرحته لولا تضحيات الرجال والنساء من أبناء موريتانيا العزيزة. الذكرى 53 ما هي إلا محطة لتذكر رجال صنعوا التاريخ وشيدوا الدولة على أسس متينة. إنه خطاب التاريخ للتاريخ وبلاد أمة لم تعرف الدولة من قبل، هكذا سارت موريتانيا في قوافل الحرية المفعمة بدماء الشهداء من رجالات المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. ففي 28 نوفمبر من كل عام تحضر ذكرى الاستقلال الوطني وتوقظ في النفوس الصفحات المشرقة من ماضي أمة أراد المستعمر لها، لكن صوت الأرض وأحلام أهل الأرض أراد له غير ما أراد. فعلى بارود الإكشام والقرطاس وشفرة السيف ومداد القلم منح لجيل الاستقلال استقلال البلاد، وعلى وقع نظمات نشيدها الوطني تقف أمة، وإن كان جنون الانتماء أكبر إيقاع تعزفه قلوب أبنائها عشقا لذلك النجم وحبا للهلال وفخرا بكل تجليات علمها الرفراف فوق منشآتها. الاستقلال في موريتانيا ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي قصة من النضال والتضحية والثبات لأمة تأبى الخنوع والانصياع لغير إرادات أبنائها المخلصين للتاريخ والصامدين أمام إكراهات التاريخ. فالاستقلال ليس حكاية عادية، بل هو أنشودة على لحنها يروي الجميع معاني الحرية المقدسة. الشيخ حميد النجاشي، الساحل تيفي، كل عام وموريتانيا تعزف أبهى تجليات الحرية.